اليوم العالمي للسعادة يمكن امبارح بكرة يعني هو الأسبوع ده، فاحنا عايزين نعرف ايه هي ممكن تبقى مسببات السعادة الكومن او اللي الناس متعارف عليها. مشرفني منورني ياسمين علي. ازيك ياسمين؟ ازيك عامل ايه؟ ياسمين علي انت بتعملي حاجات ليها علاقة بالأكل، فانت طبعا كده بتشوفي السعادة في ايه؟ انا بعمل اهم حاجة بتعمل سعادة وهي الشوكليت، يعني انا بعمل حلويات. ها فبيقولوا ان الشوكليت يعني بتعلي هرمون اسمه السيروتونين اللي هو مسؤول عن تنظيم المزاج اصلا، فبيحسن الحاله المزاجيه، بيشتغل على المؤثرات اللي في المخ بتاعت السعاده، بتاعت الشعور بالرضا. فالشوكليت مهمه جدا، بس طبعا من غير ما نفرط فيها يعني، بس هي من مسببات السعاده القويه يعني. انا شخصيا شايف ان الاكل كله بالنسبه لي طبق المحشي او حلات المحشي طبعا. الرز لا ده موضوع تاني ده اللي سبب لي السعاده تانية. جدا. وانت يا محمد ايه؟ انا بحب المزيكا والرياضه بصراحه. المزيكا والرياضه علي. انا مزيكا ورياضه والاكل طبعا. والاكل ده مشرفني ومنورني بقى العازفين او الموسيقيين او اللي بيعزفوا على الات الجيتار بشكل فيري مودرنايزد، محمد اباظه وعلي محمد عبد الغني السيد. انتوا بالنسبه لكم المزيكا اشمعنى؟ المزيكا انت تلعبها في اي وقت، متضايق تلعب مزيكا، فرحان تلعب مزيكا، عايز تبقى لوحدك تلعب مزيكا، فهي على طول موجوده في اي وقت في اليوم في اي حاله انت تكون فيها، فهي على طول معاك المزيكا. علي انت بجد ممكن تبقى المود بتاعك متضايق شويه او زعلان شويه وتحس ان الميوزك ابتدت؟ طبعا ساعات بيبقى عندك دايما الفايبس تبقى لو فايبس والدنيا بايظه خالص، فجاه المزيكا، فالمزيكا بقى تتشينج بقى المود خالص وتخلي عندك بوزيتيف انرجي رهيبه. انت معاك الكلام ده ياسمين؟ طبعا. بتسمعي الفلامينجو ولا ما تعرفيهوش؟ الفلامينجو النهارده هيبقى علي ومحمد هيبقوا معانا، هيعملوا لنا حاجات رائعه، حتى هيعملوا لنا حاجات شعبيه بالفلامينجو علشان خاطر يثبتوا للناس ان احنا السعاده مش اما يوم ما بنيجي نتكلم على الجيتار او كده الناس بتفتكر ان هي حاجه هاديه وبتسبب كده الايموشنز والرومانسيه، لا النهارده هم هيثبتوا العكس تماما. انتوا بالنسبه لكم السعاده بتبقى عباره عن ايه؟ ردوا علينا وقولوا لنا. النهارده في فقراتنا هيبقى معانا المزيكا اللي بتسبب السعاده، الشوكولاته السعاده، الجمال، هديكم النهارده نصايح مهمه جدا جدا في الجمال. استنونا فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. استنونا. ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي مشرفني ومنورني ياسمين علي. ازيك يا ياسمين؟ ازيك حسين. ياسمين النهارده هتعمل لنا تشوكليت بوبس، صح اسمها كده؟ تشوكليت بوبس، وهي دي من مسببات السعاده، لان هي كمان بتقول لكم ان هو بيزود الهرمون اللي بيخلي في حاله كده من الريلاكسيشن. تعالي ياسمين جنبي كده وقولي للناس المكونات بتاعتك. هي ياسمين بتتحدى ان هي هتعمل النهارده هتسبب السعاده من خلال الشوكولاته في اقل من 10 دقائق. ربنا يستر. اوكي هي دي سريعه قوي عشان ما فيهاش بيكنج، ما فيهاش خبز، فهي كلها حاجات بارده. ده بسكوت شوكولاته يعني موجود على طول. جبنه كريمي اللي هي ما بيبقاش طعمها ولا مسكر ولا حادق، بيبقى طعمها بلين. حلو. بنقدر نستخدمها في الحلويات عادي. دي شوكولاته خام بتبقى مبشوره الاول. بنحتاج ان احنا نسيحها في الميكرويف كل 30 ثانيه، بنفتح على درجه حراره قليله قوي، بنفتح الميكرويف ونقلب ونحطها تاني مش اكتر من 30 ثانيه عشان ما تحرقش. شوكولاته بيضاء سيحتيها بعد كده وكل 30 ثانيه بتطلعيها تقلبي وتقومي مدخلاها تاني. تمام. هايل. والستكس طبعا اللي احنا هنستخدمها عشان نحط فيها البوبس. حلو. ده ايه بقى؟ ده البسكوت ده بنطحنه، بنخليه باودر الاول. اوكي. اوكي بعدين هنبتدي بقى نخليه دو. يعني الخطوه الجايه هنخليه عجينه. عجينة. يعني هنبتدي نخلي البسكوت المطحون ده عجينه تتكور وتتغطى بالشوكولاته دي عشان تبقى في الاخر بوبس. انت هتورينا. تمام. وده ايه؟ اللبن ده بنستخدمه علشان ممكن بس نقطتين واحنا بنعجن البسكوت مع الجبنه علشان يعني شويه يخليه سموث طري اكتر. حلو قوي. انا هراجع معاكي كده سريعا. يبقى انت النهارده بتجيبي اللي هي الوايت شوكليت، شوكولاته خام، شوكولاته خام. وبعد او بني، اللي بيحب اللي مش بيحب البيضه بيجيب برده بني خام موجوده، وموجود منها دارك كمان. حلو قوي. اي نوع من انواع الشوكولاته اللي انتوا بتحبوها، وبعد كده هتسيحوها في الميكرويف، تطلعوها كل 30 ثانيه وتقلبوا. وده اسمها الجبنه كريم تشيز، جبنه كريمي، جبنه الكريمي العاديه. وعندنا شويه لبن ممكن نحتاجه. وعندنا البسكوت المعروف جدا ده. بنجيبه وبنقوم عاملينه زي الكيتشن ماشين، يبقى باودر. كميه قد ايه بقى؟ على حسب بقى ما يعني، على حسب يعني. يعني انا لو عايز اعمل كميه كبيره هعمل علبه البسكوت كلها. خلص. هزود الجبنه، بفضل احط جبنه على الباودر لحد ما احس انها بقت دو تتشكل كوره. ياسمين انت دي طحنتيها ازاي؟ طحناها بالكيتشن ماشين. بالكيتشن ماشين. طب يلا ايه المرحله اللي بعد كده؟ المرحله بعد كده احنا هناخد الباودر بتاع البسكوت. أوكي. ده هنا على الكيتشن ماشين تاني. اوكي.
احنا طبعا لو هنشتغل في البيت عادي مش هنطلعه، هنسيبه في الكيتشن ماشين بعد ما يتطحن. حلو. وهنحط عليه على طول الجبنه، ما بنحطش كل الجبنه، بنحط مثلا 2 ونبتدي نضرب. عايزه ده؟ لا ده اخر مرحله. اوكي. نضربها بقى لحد ما تبقى عجينه. وتقومي مزوده عليها. انا لو حطيت الجبنه كلها الدو هتبقى طريه جدا جدا، هتقع من الستيك. ومش هنعرف نعملها كيك بوب. حلوه النصيحه دي. فلازم بالراحه. اوكي. نبتدي نزود سنه لبن بسيطه قوي، ده علشان تخليها عامله زي العجينه بالظبط. سنه بسيطه جدا. انت ايه البيتش بتاعتك ياسمين على الفيسبوك؟ اسمها حاجه حلوه بوبس، كلمه واحده. حاجه حلوه اكيد مكتوبه بالفرنكو. سبعة حاجه حلوه AGA. بوبس. أوكي. كلمه واحده على الانستجرام والفيسبوك. حلوه قوي. اديني اللبن. اوكي. دي بقى تشكل الملمس بتاعها عامل ازاي. اوكي. اوكي بتبقى كده حلوه جدا، عجينه زي الكفته كده يعني. وبعد كده بتقومي حطاها في ده. لا لسه بنبتدي نكورها. ها كوريها كده زي ما انت عايزه. بتبقى كوره. ها نجيب طبق. اوكي. هيك طبق تحب تجرب؟ جرب. يا سلام. مش فاكره. يبقى انت كده جبتي البسكوت وكل اللي انت عملتيه انك انت طحنتيه وحطيتي عليه الجبنه الكريمي. بس حطيتيها كل شويه وخلاص. هما تو انجريدينتس بس كده بيخلوا ده. وبعدين الشوكليت طبعا دي حاجه ثابته في كل البوبس، كل الشوكولاته اللي انت عايزاها. طبعا الحجم الست البيت لو قدرت تظبطه بنفسها تمام، لكن انا مثلا في الشغل بستخدم ميزان عشان يبقوا كلهم قد بعض. كام جرام؟ دي صغيره قوي. اكيد شعب انا بحب الصغيره. اوكي. بنحطها هنا. المفروض ان احنا بندخلها في الثلاجه تسقع شويه. اوكي. تمسك نفسها شويه. اوكي. احنا ممكن نجيبها هنا. خلاص خلاص. أوكي. احنا كده خلاص. تعالي اعملي واحده ثانيه. اعمل واحده كمان. خلاص اهو. بصوا يا جماعه الموضوع لطيف على فكره. ممكن الاطفال نفسها تعملها لانها سيف، هي ما فيهاش اي حاجه، فيها فرن ولا تحفه ولا نار ولا كهرباء ولا دي كويسه ها ولا ايه؟ يعني قصدك ايه يعني؟ حاول تحسن الاداء شويه. اسم ايه البيج بتاعتك؟ حاجه حلوه بوبس. حاجه حلوه فرانكو بوبس. قرب. بعد كده بتقومي حاطه دي كده. سيبيني افتي. ها لا. ولا بلاش. لازم نعمل كده الاول. ها عشان دي بتبقى البيز اللي بتمسك البوبس. اوكي. اوكي بنحطها كده. اوكي حلوه قوي. انا هعمل لو دي مش موجوده هتقع من هتقع من العصايه. اوكي. لو البيز الشوكليت دي لا ما بنمسك البوب عشان ايوه وفي السنتر بالظبط اهي. تمام. تحفه. اوكي ونحطها في الطبق. استنى كده اهي. تمام. اوكي بس كده. بنستنى لما ده يجمد. وبعدين بناخد الستيك كده زي ما هي في الشوكليت بعد ما بيكون ده جامد طبعا. عشان الوقت. بنحطها بنعملها ديبنج في الشوكليت. تحفه وسهله جدا يا جماعه. الديبنج برضو. طب هتحاول عشان دي اصعب مرحله. لا استني انا عايز اوريها بس للناس. بس ممكن تقع. هتقع كده عشان احنا ما جمدناش الشوكليت هنا كفايه. هي لازم تجمد الاول في الثلاجه. لازم تجمد الاول اهي في الثلاجه وبعد كده بنقوم حاطينها. اوكي. احطها كده ولا ايه؟ لا. طب قولي. تمام. هنبقى مجهزين بسكتس كده مطحونه بس مش قوي، ممكن نكسرها بايدينا عشان تبقى تشانكس يعني حتت كبيره شويه عشان يبان. اوكي. وهي لسه طريه. طبعا هي دي وقعت خلاص. طب اعملي بتاعتك دي. مش مشكله. اوكي. وهي لسه طريه فين الشوكليت؟ اهي اهي سوري. قبل ما تنشف الشوكليت بنحط عليها البسكوت اللي هو احنا كسرناه ده من فوق. اوكي. حلوه قوي يا ياسمين. سهله كمان جدا جدا. أوكي. جدا. هي طبعا لو اما بنسقع البيز الاول في الثلاجه عمرها ما بتقع. اوكي لازم تسقعها. يعني لازم دي خطوه مهمه جدا يعني. اوكي. اوكي بنستنى لازم لما كل الزياده دي بتنزل. ماشي. وبنحط ده كده فوق. بتبتدي بقى تحطي اي حاجه انت عايز تحطيها. لازم قبل ما الشوكليت تجمد.
قبلها ما تجمد نحط اي حاجه بقى وهتلزق على طول. خلاص سيبيها بقى. ولازم يبقى عندي هنا فوم اللي هو ده. اوكي. عشان يقف عليه. تحفه. كل ده بيتشال. هايل هايل هايل. هي بقى ليها طبعا انواع كتيره وفليفرز كتيره، يعني دي مثلا ريد فيلفت، دي فانيلا كيك من جوه، دي تشوكلت، دي تشوكلت دي مثلا السوداني. دي ايه؟ دي ريد فيلفت، دي حمراء من جوه، ممكن تدوقها. دي ريد فيلفت تحفه. اسمها اسم ال حاجه حلوه بوبس. حاجه حلوه بوبس. ليهم الكيك من جوه. الله، دي ريد فيلفت. دي تحفه تحفه. يبقى هو اهو كل نوع كيك بقى بيبقى ليه حاجة بيتعجن بيها مختلفة. تحفة. يعني دي الجبنة الكريمي معاها البسكوت المطحون. ده البيزك ستيبس. وبعد كده بتقومي حطها في التلاجة شوية، بعد كده بتقومي حاطة الشوكلت، أي نوع شوكلت بتحبيها. تمام. تسيبيها شوية لحد ما تنشف، تقومي حاطة عليها بقى السبرينكلز، تقومي حاطة عليها أي حاجة. على فكرة كمان بتتشكل بأي شكل. تحفة. يعني وده شكل إيه؟ شخصيات ألوان. ده فانيلا كيك. ده رينبو. ده كيك ملون من جوه. ده لو ده هيعمل سعادة. ده اللي هيعمل سعادة. أنا أجيب اللي يعمل سعادة. الكيك من جوه ملون كذا لون. استنى أما أدقها. ياسمين والله شرفتيني. انا اللي اتشرفت بيك والله بجد. انا مبسوطه جدا. الله. انا معاكم النهارده. تحفه. سعاده. سعاده اهي. ازاي عملتيها دي؟ كذا لون. بلون كل كيك لوحده، وبعدين اخد حته 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 حته، وبعدين اكورها. ما تنسوش تدخلوا على ياسمين علي او فيها حاجه حلوه، صح؟ حاجه حلوه بوبس. حاجه حلوه بوبس على الفيسبوك وعلى انستجرام. ياسمين انت شرفتيني ونورتيني جدا. ليك. انا مبسوطه جدا اني معاكم النهارده. اي حد بيعرف يدخل المطبخ ويعمل تحدي 10 دقائق في المطبخ يبعت لنا على طول، او يبعت لي على حسام المراغي ويجي يشرفني يعمل لي وصفه في اقل من 10 دقائق. فقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي هقول لكم على نصيحة سريعة جدا جدا في أقل من دقيقتين. عايز أقول لكم إن كل السيرفيز أو كل الإحصائيات بتقول إن الناس اللي زعلانة أو الناس المكشرة أو الناس اللي ما بتضحكش عادة بيطلع لهم تجاعيد أكتر من تبقى الناس اللي مبسوطة. عادة الناس اللي بتبقى زعلانة عدد الماسلز أو عدد العضلات اللي بتبقى موجودة في الوش بتخلي أكتر التجاعيد تظهر، وتخلي يبقى فيه رهرطة في الوش أو إن الجلد نفسه يقع. فعلشان كده الابتسامة بتبقى مطلوبة جدا. زي ما بنعمل اكسرسايزز للجسم، عادة لازم نعمل اكسرسايزز للوش أو بنعمل تمارين للوش. خليني أقول لكم على تمرين بيدعو للسعادة والضحك. هو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن إن في ناس كتيرة جدا زي ما بعمل كده 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 وانا بروح مثلا الجيم، اللي بيحصل بيعمل لي عمليه ستريتشنج وتونينج، او بيقوي او بيشد. نفس الفكره في الوش. طب بعملها ازاي؟ بعمل كده الحركه دي اللي انا بضحك قوي قوي، وبعد كده بسيب اهو نفس الحركه، ان انا بسترتش وبرجع كده كده، بس بضحك بشكل غير طبيعي كده. بعمل اهو، هتحسوا ان الماسلز هنا او تحسوا ان العضلات هنا ابتدت تبقى مشدوده. املى بقي جامد جدا جدا بالهواء واعملها مره ناحيه اليمين ومره ناحيه الشمال، يقوم عامل لي ستريتشنج للعضلات دي بالشكل ده. مره ناحيه، طبعا بنعملها ثلاث مرات ونوقف في النص، وثلاث مرات ونوقف في النص. ومن ضمن الاكسرسايزز اللي موجوده زي ما بنعمل في اليوجا، ان احنا وبنعمل الكور بتاع البطن ان احنا بنسترتش قوي وبعد كده بنفرد، نفس الفكره للوش. بصوا بقى اهو كده. الحركة دي بتعمل ايه؟ بتعمل زي كرمشة قوي زي البطن كده، وبعد كده ده اسمها التونينج اكسرسايز. هقولها تاني بسرعة، نضحك ضحكة جامدة جدا كده. املى بقي بالهواء. نفس الفكرة ثلاث مرات الناحية دي، وبعد كده اقوم عامل ايه؟ اقوم مكرمش قوي وشي وافتح جدا كل وشي.
ده بيعمل لي ايه؟ ده بيعمل لي تونينج، وبيعمل لي وبيعمل لي زي كده ريفرش للعضلات بشكل غير طبيعي. زي ما بنعمل تمارين للجسم لازم بنعمل تمارين للوش، لان ده بيسبب للوش الاسترتشنج والقوه والسعاده، ما يبقاش فيه تجاعيد. دايما اضحكوا، دايما خليكم مبسوطين، لان دي من مسببات السعاده. وفقرات كتيره جدا في شارع النهار على قناه النهار. ورجعنا لكم الفاصل، ودلوقتي هنتكلم بقى على حاجه كل الناس بتحبها، مفيش حتى شويه ناس بيحبوها وشويه ناس لا. هو الفكره ان احنا هنتكلم عن المزيكا. المزيكا النهارده هي بتعلي هرمون الاندروفين او الاندروفين، لانه احنا ساعات كتيره جدا جدا بتبقى في ناس حاسه بالزعل او حاسه بالاحباط او حاسه باي حاجه، فاول ما بيسمعوا ميوزك بتحس ان هم كده ابتدوا يروقوا كده على نفسهم، ابتدى يبقى فيها نوع من انواع البهجه. عايز اقول لكم ان يونايتد ستيتس او الولايات المتحده الامريكيه بيستخدموا الميوزك لمرضاهم علشان علاج، ربنا يعافينا ويعافيكم، السرطان. فعشان كده مشرفني ومنورني اهو لابسين الكاب وهتتكلموا النهارده. مشرفني ومنورني علي عبد الغني السيد. ازيك علي؟ ازيك؟ أخبارك إيه؟ ومحمد الله. ازيك محمد؟ اهلا بيك. ايه بقى، ايه اللي خلاكوا تحبوا الجيتار، وخاصة ان انت بتشتغل في بيزنس لوحدك، وانت قررت ان انت تسلك مسلك ان انت تبقى عازف وتعمل، ايه اللي خلاكوا تبدأوا الموضوع ده اصلا؟ هو اكشولي احنا كنا زمان كنا بنلعب مزيكا بس ديفرنت ستايلز، يعني كنا بنلعب روك بلوز واحنا اصحاب من زمان، فطبعا هي دي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا. فأصرينا ان احنا نركز في الفلامينكو، لان محمد أباظة صديقي عمري يعني من زمان بيألف وبيلعب مزيكا، فاحنا لقينا الموضوع شكله حلو، وبن كفرز حاجات بقى عربي واورينتال قديمه وحاجات فلامينكو. ايه الفلامينكو لو حد ما يعرفش؟ ايه الفلامينكو؟ الفلامينكو هو الموسيقى يعني اللي قايمه على الجيتارات، هو يعني الفلامينكو التراديشنال فلامينكو اللي احنا مش بنلعبه. هو هيكون مثلا الناس بتسقف، هيكون الناس بتلعب جيتارات، يعني بتلعب ستايل قديم شويه بارتام معينه بسلال معينه ايقاعات معينه، في مثلا يكون حد بيرقص، واحده بترقص فلامينكو يعني، وفي شويه الات تانية معاها اللي هو الفولكلور الاسباني القديم، هو الاسبانيول اللي هو كنا بنشوفه زمان جدا، البنات اللي بترقص بالظبط كده. بس اللي احنا بقى بنلعبه هو مش التراديشنال فلامينكو، اللي هو المودرن بقى فلامينكو الجديد بقى، اللي هو يعني بنغيره للثقافه بتاعتنا، علشان برضو ده هيبقى صعب شويه وتقيل علينا ان احنا نفهمه الشعب المصري يعني. فاحنا بقى بنعمل الحاجات القديمه بنغيرها بقى، بنلعبها على الجيتارات، فبتبقى مودرن فلامينكو كده حاجه يعني. طب تحبوا تسمعونا ايه دلوقتي؟ طب احنا نبدا بمؤلفه كنا مؤلفينها، يلا نشوف. اوكي، دي حاجه بتاعتكم انتوا يا علي انت ومحمد. اوكي وهل بتروحوا ايفنتس وحاجات كده؟ طب نتكلم على الموضوع ده بعد ما تعزف.
وبعدين انتوا الاثنين في ما بينكم بعض هارموني يعني اي ثينك ان بتهيألي بقالنا فتره مش مرانين مع بعض المفروض بقالكم انتوا بتقولوا اصحاب من زمان جدا. طب ايه اكتر ايفنت لو حد دلوقتي بيتفرج عليكم حاسس ان هي تو فيت ان قوي يعني بتهيألي هيبقى صعب ده مثلا في فرح او كده ولا بنلعب كل حاجه بنلعب كل الايفنتس بنلعب كل حاجه احنا يعني انت ممكن تبقى في حاجه اورينتال قوي او حاجه بترقص قوي تعملوها بالجيتار طبعا احنا بنعمل حاجات شرقيه احنا اصلا باند كبير يعني احنا عشان احنا بس في ساعات بيبقى في ايفنتس بيبقى يعني مده مش طويله قوي فمش بننزل بالباند كله بس احنا باند كبير عندنا ايقاعات عندنا حد بيغني حد بيجي جيست بس احنا الاساس يعني لما يكون عندنا حاجه عايزين يعني نعملها كده ايفنت سريع وبتاع بس احنا بنعمل معانا طبله ومعانا كل حاجه الحاجات اللي طب علي لو الناس عايز توصلكوا عن طريق ايه انستغرام او فيسبوك ايه انستغرام وفيسبوك وكل حاجه احنا البروجكت يعني هو باسم محمد اباظه احنا أبوزة. دلوقتي احنا غيرنا النظام خليناه اباظه عند علي خلاص ننزل مع بعضينا البند كله بيبقى فهو في محمد اباظه.com ده الويب سايت وفي بقى الانستغرام واليوتيوب والكلام ده يوتيوب طيب سمعوني بقى حاجه كده الفرايحي اللي هو انتوا تقدروا تعملوها بشكل او حاجه مثلا اورينتال او حاجه مصري جدا جدا بتعملوها بجيتار كده يعني عازف لك شويه حاجات شوية قديمه شويه حاجات قديمه في الخلاط يلا بينا اللي انت كنت عامله دلوقتي يا اباظه المؤلفه اللي انت كنت عاملها دلوقتي اخذت منك وقت قد ايه عشان تعملها؟ هو انا لما باجي بألف البوم ودي بقى حسب يعني مفيش اجابه للسؤال ده حسب في حاجات بقى تطلع على طول والمقطوعه بتخلص دي تحديدا كتير كان من سنين قوي يعني ما خدتش لا انتوا موجودين على ساوند كلاود على فكره انا الحاجات دي موجوده على كل حاجه موجوده انغامي وساوند كلاود حاجات ابل مش في تي في ابل ابس والحاجات دي ايوه كله يلا بينا عشان دي هتبقى طويله بس كلها حاجات الاورينتال الفلو يا مصطفى اللي هو الحاجات الفولكلورات القديمه بقى اللي احنا بنحبها نسمعها من زمان ايه حاله كلها. السعاده اللي بتوصل لكم عايز اقول لكم ان الاسبوع ده تقريبا او الايام دي هو اليوم العالمي للسعاده او كده فعايز اسالكم على غرار ده يعني عايز اسالك يا علي ايه السعاده اللي انت بتحسها وانت بت بت بتصدر بوزيتيف انرجي او بتصدر الطاقه الايجابيه للناس يعني هو احسن احساس اصلا في الدنيا ان انت بتبقى
بتعمل حاجه فعلا الناس تبقى مبسوطه منها. يعني انت بتلعب مزيكا وفعلا شايف الناس اللي قدامك مبسوطه ويعني وفي فايبس كده اللي هو انت الناس بتبقى يعني مبسوطه فعلا. اه انا قاعد كده حاسس ان انا فده بالنسبه لي ده احلى احساس في الدنيا اساسا، انك انت تعمل حاجه انت بتحبها وفعلا شايف ان فيها الناس عندها قبول ومبسوطه منها جدا. طب وليه اخترت الجيتار تحديدا؟ انا شخصيا كان في فيلم زمان اتفرجت عليه قررت ان انا هلعب جيتار بعد ما اتفرج على الفيلم. إيه بقى؟ فيلم كده كان اسمه المارياتشي بتاع انطونيو بانديراس. ديسبرادو. كان ديسبرادو. كان ديسبرادو بيمشي معاه شنطه فيها مسدسات. هو السبب لينا كلنا مش لوحده. اوكي طب احكي لي ده فيلم قديم انت مش شفتوش تعرفه؟ لا ديسبرادو انا عارف. ديسبرادو مش هو ديسبرادو صح؟ ديسبرادو الفيلم المارياتشي اللي هو كان هو طالع انطونيو بانديراس وسلمى حايك. ايوه ده التاني ده از ماسك اوف زورو. خلاص يا جماعه ولا كاني قلت حاجه. بس هو نفس الكاست تقريبا. هو اكشوالي انا كمان يعني في عيله فنيه، يعني انا جدي عبد الغني السعيد كنت هقول طبعا واخويا موزع وكده، فانا الجيتار كان اله كنت عايز العب بيها اي حاجه في الدنيا. فبعيدا كمان عن ان احنا بنشوف ناس كتيره من زمان نفسنا نبقى نلعب زيهم المزيكا دي، هو اصلا انا بلعب كمان الات ثانيه وهو نفس الحكايه فلوت وجيتار. ف لازم تقولنا مره تانية علشان خاطر تعملوا الالات التانيه. بص بقى احنا معانا دقيقتين، فالدقيقتين دول عايزين نعمل حاجتين كده سرعة جدا. فتعالوا نبدا بحاجه كده برضو اورينتال او حاجه مصري مودرنايز بطريقه تانيه، كفر جديد. قولوا لي انتوا. طيب في مش هنقول اسمه، نجم قديم كان محبوب جدا برضو ضاربين شويه اغاني. طب وليه مش هنقول اسمه؟ هنعمل مفاجاه هتعرف اول ما نبدا هتعرف على طول. اوكي يلا يا علي. يلا يا محمد. Thank you.
حلو جدا جدا. انتوا بتنزلوا ليه؟ طلعوا ده لسه احنا والله عاملين بنغلط مش لاحقين لا خالص تحفه. وبعدين انا عارف طبعا طبعا كل الحاجات اللي هم عملوها دي للمطرب العبقري محمد فوزي. طب ايه بقى الحاجات؟ حلو جدا. بس عايز اقول لك على حاجه. هو انا طبعا انتوا اكيد ادرى مني ان انتوا تقولوا ان هو كان سابق عصره جدا وكان بيعمل حاجات قصيره وسريعه صح؟ جدا طبعا. ما كناش طيب بصوا علشان خاطر عمالين يقولوا لي تايم اوت تايم اوت وانا لسه عايز الناس تسمع. طيب. هل ممكن تعملوا حاجه شعبيه بالجيتار او كده؟ يعني صعب؟ هو احنا ممكن ماشي اوكي يلا. بس احنا طيب. يعني عاده ما بنعملش المقطوعه دي لا بس هتعملوا. بس هي الناس نفسها الحاجات دي يعني الناس بتحب الكلام ده جدا واحنا ما نقدرش نخلي الناس تزعل. بص يا علي قبل ما نختم لان احنا هنختم بيكوا وانتوا بتعملوها. بحب يعني بقول لاي حد بيعرف يعزف او عنده اي موهبه ابعتوا لي على حسام المراغي او على شارع النهار. بشكر علي عبد الغني سيد بشكرك جدا على وجودك معايا وطبعا محمد أباظة شرفتوني ونورتوني. هسيبكم بقى مع حاجة أكيد أنتوا هتحبوها جدا وبعد كده هنرجع لكم الفقرة الجاية هتبقى تحفة. السعادة في المطبخ. مساء الخير عليكم وعلى كل بيوت مصر وعلى كل الشعب المصري ويا رب اشوفكم الفتره اللي جايه في احسن حال ان شاء الله ويرفع عننا البلاء جميعا. احنا المفروض ان احنا بنتكلم عن العقارات وعن شغل العقارات بس خليني النهارده اتكلم معاكم في جانب تاني. الجانب اللي هو في ناس كتير قعدت من الشغل علشان نخف طاقه العمل شويه. في ناس كتير في طبعا منهم اللي بيقبض وفي اللي هو بتاع الارزاق بتاع اليوميه اللي ما بيقدرش ما عندوش حد ان هو يقبضه قاعد في البيت. داخلين على رمضان وعندنا برضو في ناس كتير كلنا عارفين ان الظروف الماديه بتاعتهم شويه تعبانه ان هم محتاجين اعانات ان هم محتاجين حد يقف جنبهم. طبعا احنا كلنا في ازمه ومش مصر بس اللي في ازمه العالم كله موجود في ازمه بس الأزمة دي خلقت حاجة تانية موجودة عندنا خلت الشعب كله بيساعد بعض خلت إن في روح حلوة ما بيننا وما بين بعض. اللي بقى يتعامل مع حد بقى يتعامل معاه بالحسنة اللي بقى يتعامل مع حد بقى بيحاول إن هو يقدم ليه حاجة كويسة علشان إحنا كلنا بنمر بظروف صعبة علينا وصعبة على العالم كله فخلتنا عندنا شوية إيجابية. يعني إحنا الكورونا اللي جات لنا دي في طبعا ناس أخدتها بمحمل إن إحنا جالنا كورونا والشغل بيقف ومعرفش إيه وفي ناس أخدتها بمحمل إن إحنا ابتدينا نعمل سلوكيات أو نزود السلوكيات اللي عندنا بطريقة أكتر. خلينا نتكلم إن إحنا بنتكلم على الخير إزاي تساعد الناس إزاي تساعد محتاج إزاي تقف جنبه ازاي احنا كنا في السيول والحاجات دي في بيوت وقعت وفي اسقف وقعت خرجنا منها دخلنا على الكورونا على طول. في ناس ابتدت تقعد في البيت علشان كلنا قلنا احمي نفسك واقعد في البيت فعندنا بعض الازمات جايه ورا بعض الناس مش قادره تستوعبها. في معانا جمعيه البر والتقوى طبعا كلنا هنشوف دلوقتي من بدايه واحنا بنجمع الشنط مع بعض والروح الحلوه اللي كانت موجودة ما بيننا كلنا ما كناش عاملين حساب ان مش عارفة مين ايه ومين صاحب ايه ومين بيشتغل ايه كلنا كنا بنقعد على الارض نجمع الشنط بتاعتهم كلنا كنا بنضحك بجد يعني حتى اللي شاف الصور اللي احنا شيرناها كنا بنضحك بجد وكنا مبسوطين بجد وكانت فعلا يوم يعني خلى اليومين اللي بعديهم واحنا بنعمل الكلام ده عندنا روح من البهجة عندنا روح من السعادة. بس وانا ببص كده على يعني السوشيال ميديا في حاجه لفتت انتباهي جدا وحاجه زعلتني يعني حته ان بني ادم ينزل يساعد بني ادم
فهو بيديله الشنطه بياخد صوره، يعني هو بيصور وفي بقى ايه ناس مداريه وعامله وشها كده وفي ناس عامله وشها كده. هو انت نازل بتساعد الناس ولا نازل بتهين الناس؟ يعني ليه بتصور نفسك وماسكين في الشنطه قوي ومثبتينها على ما ياخدوا الصوره؟ وفي كان دي بعتبرها ناس مريضه، ايا كان بقى انتم مين في المجتمع، ايا كان وضعكم الاجتماعي ايه، ايا كان وظيفتكم ايه، ايا كان التايتل اللي انتوا عايشين بيه ده ايه، ان انت وانت بتدي للمحتاج تصور وتشير وتعمل ومعرفش ايه، ده سلوك احنا مش هنقول عليك حد كويس وحد محترم وحد وحد وحد، احنا هنقول ان ده بتعوض بعض الحاجات اللي ناقصه عندك علشان تبتدي ان انت تتباهى ان انت بتساعد الناس. في ناس كانت ماسكه كرتونه بيض وهي بتديها لحد واخده صوره، واحد ماسك شنطه سودا قد كده هو بيديها لحد متبت فيها واخد صوره. طب انت عايز تعرف ان انت بتعمل خير؟ هل انت الخير بتاعك اللي انت بتعمله علشان تقول انا بعمل خير، ولا بتشارك غيرك فرحتك وبتفكره ان هو كمان يعمل الخير؟ ممكن تصور وانت بتجهز، ممكن تصور وانت بتعمل اي حاجه علشان غيرك يبتدي يشوف ويشوف ان هو الحاجه دي هتوصل له، وغيرك اللي ناسي يفتكر. لكن اوعى تبتز الناس وان انت تبتدي تقول انا بصور مين اللي انا رايح له. احنا معانا النهارده جمعيه البر والتقوى، كانت من حوالي اسبوعين طالعه ب 12,000 شنطه، واول امبارح واحنا كنا قاعدين بنجهز وسهرانين طول الليل كنا بنعمل 10,000 شنطه، وقالوا ان شاء الله المرحله اللي جايه هيحاولوا ان هم يعملوا حاجات كتير، وفي بينزلوا على كل المحافظات، يعني مش بني ادم بعينه هو اللي بيروح، بينزلوا على كل المحافظات زي اسماعيليه زي البحيره زي اسيوط، بعض المحافظات اللي هي بتبقى محتاجه فعلا، وبيشوفوا مين كل واحد احتياجاته ايه. يعني في شنطه لقيتها مثلا معموله زيت وسكر وسمنه وحاجات كده، دي احتياجات ناس. في محافظات تانية قالت احنا بنحتاج الدقيق اكتر، فابتدوا يبدلوا نفس الحاجه بتاعتهم بدقيق بكميات اكتر. في ناس بتطلب منهم ادويه، فده خلينا نقول ان اللي عايز يساعد ومش عارف يساعد ازاي، او ما بيعرفش يروح فين، او مش فاضي ان هو ينزل، ممكن ان هو يتواصل مع جمعيه البر والتقوى او اي جمعيه خيريه. انا مش بقصد جمعيه البر والتقوى بعينها، اي جمعيه خيريه تنزل ودي لهم الحاجه اللي انت كنت ناوي تطلعها علشان توصل للناس. لو ساعدت ان انت تنزل معاهم وتروح معاهم وتعبي معاهم وبتاع، هتلاقي ان بجد انت بتعيش حاجه جميله جدا. خلينا نشوف دلوقتي اول لقائنا مع دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جمعيه البر والتقوى. جمعية البر والتقوى معانا الدكتور عماد عوض رئيس مجلس الإدارة. حبيت إن أنا أنزل معاه وأشوف كم الخير اللي موجود عندنا هنا اللي بيقدمه للناس، خصوصًا إن إحنا في ظل ظروف كتير قوي بتقعد من بيتها من شغلها في البيت، في ناس كتير قوي محتاجة مساعدات، ما أصبحش إن المواطن بس اللي غير مقتدر هو اللي محتاج مساعدة، عندنا ناس كتير قعدت في البيت حفاظًا على نفسنا وحفاظًا على بلدنا وحفاظًا على أسرنا. فلقينا دكتور عماد حب ان هو يبدر ب 10,000 شنطه
ويساعد بيها الناس، سواء بنتكلم بقى على رمضان او بنتكلم على الظروف اللي احنا فيها. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. احنا مبدئيا بنشكرك على الكم الكبير من الخير ده، وان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتك وخير على طول. الله يكرمك. احنا نستحق الشكر الساده المتبرعين. الساده المتبرعين. احنا ما نحن الا جهه بتنفذ الحسنات واحسان الفقراء، الناس المحسنه اللي بتحاول ان هي تتبرع يعني. يعني احنا بنبقى مجرد ايه، بندعو الناس ان هم يجوا يساعدوا معانا ويساعدوا الاسر. تمام. طب دي بتاخد معاك صعوبه او بتاخد وقت معاك علشان نعمل كده؟ والله بص حضرتك، احنا كلنا كنا بنجهز لشهر رمضان. تمام. دي كان الاساس عندنا يعني. طبعا مش متحسبين للي حصل، لكن شاء ربنا عز وجل ان احنا جهزنا بدري. لما جت ازمه كورونا ناس كتير مصانع اتقفلت وورش قفلت، ناس كتير قعدت في بيتها، الحاجه اشد مما يتخيله الانسان. اتحركنا بناء على تعليمات من وزاره التضامن ان احنا نتحرك بسرعه. الحمد لله ده الفوج الثاني، احنا وزعنا 12,000 شنطه ما شاء الله. ده الفوج الثاني اللي هو ال 10,000 ده كانوا من قد ايه ال 12,000 دول بالظبط؟ بقى لنا 10 ايام بنوزع فيهم. وزعنا في محافظه الاسماعيليه، وزعنا في دمياط، وزعنا في القليوبيه، وزعنا في القاهره خاصه في مدينه السلام، وزعنا في عين شمس، شغالين يعني الحمد لله. لكن انا بناشد الناس بقول لهم شاركوا معانا، يا ريت كل واحد يحس باللي حواليه وينزل لهم يساعدهم. احنا بيجي لنا طلبات، احنا الناس محتاجه مساعده ولا انتوا بتاخدوا بشكل عشوائي؟ لا 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 لا، احنا بنعمل تنسيق بيننا وبين ادارات الشؤون الاجتماعيه في المناطق اللي بننزل فيها، ولنا مناديب موجودين، لان احنا عندنا 18 مكتب مزاوله نشاط على مستوى الجمهوريه، عندنا من رفح لحلايب وشلاتين. فاحنا تقريبا معظم الاماكن احنا عارفينها حافظينها، عارفين مين اللي محتاج فيها. طبعا اللي ظهر جديد لسه بنناشد الناس ان هم يدلونا على اللي ظهر اللي حواليه، اللي ظهر الجديد اللي هو بسبب كورونا. بسبب كورونا. تمام. طب احنا ممكن نعرف بس الشنطه بتتكون من ايه؟ يعني ممكن نفتح شنطه؟ هي طبعا دي لسه ناقصه اللي هي الفرخه، ما ينفعش تحط دلوقتي. ناقصه الفرخه. الفرخه او اللحمه. تمام. دي فيها مكرونه. تمام. احنا ممكن نطلع كده. مكرونه شعريه، فيها شعريه ومكرونه. تمام. ده كده مكرونه شعريه لسان عصفور، وفيها نوعين مكرونه يا جماعه، يعني المكرونه اللي هي الصغيره شويه. ده كم اللي وصلنا بيه الرسول. في زيت، ازازه زيت، في سمنه، علبة سمنه. احنا ممكن في سكر ورز. في سكر وفي سكر، في معانا كمان ملح. ملح وصلصة. وشاي. وشاي. في اماكن بقى وشيء قلنا ان انت بيبقى ناقص لسه يا لحمه يا فراخ. في اماكن بقى طلبت دقيق زي الاسماعيليه كده في سرابيوم. طلبوا ايه؟ طلبوا مننا دقيق، ركزوا على الدقيق. قالوا احنا عايزين فراخ، احنا قدرنا لهم بطاطس وبصل وطماطم وسكر وزيت ومكرونه ولحمه. تمام. وفراخ. قالوا لنا لا احنا عايزين دقيق. ده ليه؟ اتضح ان الناس دي عايشه على الدقيق، بتخبز. يعني انتوا بتشوفوا خبز موجود احتياجات الناس منه. كمان فاضطرينا بعد كده نغير كل منطقه نسالها انت طلباتك ايه؟ طلباتهم ايه؟ احنا في حاجه تاني هنعملها بعد دي، عشان انت قلت لي ده الفوج التاني. ده الفوج التاني. الفوج الاولاني كان فيه ازيد من كده، في يعني مثلا كميه رز اكبر. يعني احنا مودين الاسماعيليه 3 كيلو ارز، مودين 3 كيلو بطاطس، مودين كيلو عدس، وفي نص كيلو عدس حسب رغبه الناس، 3 اكياس دقيق، مودين فرخه اللي هي الحمله الاخيره، اخر حاجه في ال 12,000 يعني. تمام. في اماكن ثانيه كنا بنوزع لحمه، في اماكن شلنا الفرخه حطينا مكانها بيض، في اماكن حصل عندنا تكدس رهيب من اصحاب الحرف اللي قاعدين، فطبعا ما كناش عاملين حسابنا، هم رفضوا ان هم يسلموا صور بطايقهم عشان نستعد لهم كويس، فاضطرينا نقسم. ليه بيرفضوا تسليم صور البطايق؟ عشان اعرف ما يتعرفش يعني ومين ما اخدش. لا هم ليه هم بيرفضوا؟ هو عشان نوثق، لان احنا اي شيء بنخرجه بشيكات. الشيك ده
الصرف في ايه؟ مراجعتي. اه مراجعات شغل اداري يعني. انت وديت الحاجه دي فين؟ اديتها للناس، ايه الدليل الناس دخلتها؟ صوره بطاقتها. طب جالك في ظل بقى الظروف اللي احنا فيها دي، جالك حد قال لك انا مش عايز الشنطه دي انا عايز علاج؟ فقلت في ناس لا قالت غيروا. ده العلاج ده، لا ده العلاج ده شك ملوش علاقه بالشنط. ملوش علاقه. عندنا في حالات بتاخد علاج مستمر، احيانا بنعجز ان احنا ندي علاج فبننزل بس صوره الروشيتا على الفيسبوك والف مين بيساعد على طول. بيساعد. في ناس بتعمل عمليات لسه مركبين لحالات من كفر الشيخ والبحيره ودمياط اجهزه تعويضيه. تمام اطراف صناعيه. تمام. وكنا بنستعد لعمل حمله كبيره جدا للسمع، لكن فوجئنا لقينا طبعا في الظروف بتاعه الكورونا ومنع التجمعات فاوقفنا القوافل الطبيه في الفتره دي. احنا بنشكر حضرتك جدا، وقول لنا احنا الكلام ده بنعمله كل رمضان ولا بصفه دوريه؟ السنه اللي فاتت بفضل الله 60,000 شنطه تم توزيعهم على الاسر. بفضل الله كان كل يوم في رمضان بيطلع 450 وجبه افطار مطبوخ، ارز لحم او فراخ او سمك ومعها خضار، بيروح البيوت بعدد افراد الاسره في قرى. كل يوم كنا بننزل في قريه مختلفه حسب توجيه المناديب وتوجيه وكلاء وزاره التضامن في المحافظه اللي احنا نازلينها. كنا السنه اللي فاتت 12,000 صايم فطروا معانا على الطريق الدولي الساحلي وعلى طريق القريمات. كل سنه للعام التوالي بفضل الله شغالين، بقالنا الوقت حوالي 11 سنه في الموضوع ده. احنا بنشكر حضرتك جدا وبنعمل دعوة لكل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، لو انت مقتدر بأي جنيه، مقتدر بجنيه ان انت تساعد بيه ساعد بيه. وطبعا دعوة لكل المطورين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، نحاول ان احنا نساعد، لان احنا بقى عندنا الخير خيرين، يعني بنتكلم في ظل ظروف الكورونا وبنتكلم ان احنا داخل علينا رمضان، ونساعد الجميع علشان ربنا يزود في خيرنا ان شاء الله. نشكركم وان شاء الله هتشوفونا في المراحل اللي جايه، بنشوف مين اللي بيقدم خير للشعب ومين اللي بيقدم خير للبلد. مستر مصطفى بخيت المتحدث الاعلامي باسم جمعيه البر والتقوى، هيبتدي يعرفنا الجمعيه بتعمل ايه وازاي بيتواصلوا مع الناس وازاي بيوصلوا للناس. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذه جنى، وبنرحب بيك وبالبرنامج. ميرسي. احنا عايزين نعرف انتوا اول حاجه بتبداوا توصلوا للناس الاول اللي بتاخد الحاجه دي منكم، ولا بتوصلوا للناس اللي بتجيبوا منها الحاجه دي عشان يساعدوا غيرها؟ والله احنا كجمعيه احنا نعتبر وسيط ما بين الناس اللي عايزه تعمل الخير وبين الناس اللي محتاجه الخير. طيب فاحنا يعني احنا من سنه 2007 طبعا بنشتغل في العمل الخيري وتبع وزاره التضامن طبعا تحت المظله. احنا مشهورين برقم 850 لسنه 2018 ويعني الحمد لله عملنا كتير في الحاجه الخيريه. الانشطه طبعا بتاعت الجمعيه متعدده. بالنسبه لنا من اهم الانشطه اللي احنا بنحبها موضوع شنط رمضان، اللي هي بنشوف فيها فرحه الناس اللي بيستنوها كل سنه. طبعا اكيد بس احنا المره دي مبدرين شويه. والله لا احنا بنشتغل حتى في الموضوع ده على طول، مش بس رمضان. بالنسبه لنا يعني غير رمضان احنا ممكن بنعمل الشنط دي والحاجات دي. وده الفوج الثاني. احنا الفوج الاولاني كان 12,000 شنطه، وده ما شاء الله يعني 10,000. فالموضوع حتى شغال طول السنه، بس يعني يمكن عشان الظروف المره دي بنحاول نلم الموضوع، بس يعني الحمد لله الخير برضه موجود. الحمد لله. طب قول لي احنا بنوصل للناس ازاي؟ يعني والله احنا عندنا في جهه معينه هي اللي بتبلغكم؟ احنا عندنا فريق بنعمل بحث حاله، بيجي لنا الحالات طبعا بننزل نعملها بحث حاله، نشوف الحاله دي محتاجه ايه، ظروفها المعيشيه، بنقدر احنا بقى الاسره فيها كم فرد بتحتاج ايه، سواء بقى بنعمل لها اعانه شهريه، بنعمل لهم الشنط، كل اللي يعني غير الشنط دي في اعانات؟ اكيد طبعا اكيد. بتجي لي حالات كتير قوي ابعتها لكم؟ لا طبعا احنا بتجي لي حالات يعني والله احنا يعني خصوصا في ظل ظروف الكورونا دي الجمعيه والله بتعمل اللي عليها، وعندنا طبعا ويتنج ليست كتير، بس يعني بنحاول نعمل اللي علينا. وبالنسبه لنا يعني البحث بيبقى ما بياخدش وقت ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انتوا بقى الناس اللي بتساعد معاكم بتوصلوا لهم ازاي؟ عن طريق التليفون. تمام. او عن طريق يعني بيتعملوا متابعه انتوا اللي بتكلموهم؟ هم يعني في عندنا التنشيط طبعا بيتابع مع المتبرعين او مع الايه، لو حد هو بيتصل بينا عن طريق الجمعيه عايز يتبرع فبنبعت له المندوب.
او سواء بره مثلا في حساب البنك، فبيبقى التواصل معاهم عن طريق الحاجات دي كلها. ويقعدوا يباشروا بقى انتوا عملتوا ايه وكده، ولا هو بيتبرع والله وخلاص. احنا دايما لما حد بيتبرع او كده احنا بندعوه، بنقول له تعالى يعني، تعالوا احنا بنقول لهم تعالوا اتفرجوا وشوفوا اللي احنا بنعمله، شوفوا الانشطه، شوفوا الناس بتعمل ايه، شوفوا فلوسك بتحط فين. وانا رايحه كنت فاكره ان انا بس اللي هبقى هناك، او ان انا بس اللي رايحه اشوف الدنيا ماشيه ازاي او بتاعت. قال لي اه هيبقى في بعض الفنانين او بعض الاعلاميين علشان ان هم يشاركوا معانا، بس كنت فاكرهم جايين ضيافه وماشيين. فجيت بقى هناك بالاعلامي الجميل تامر شلتوت، بالاعلاميه الجميله دعاء عامر، بالاعلاميه الجميله لميا، فجيت بالفنان محمد عبد الحافظ، ان هم قاعدين وبيطهروا الشنط بنفسهم، بيعبوا بنفسهم. بعدين بقينا نتخانق بقى، فاهمين؟ لا انا هحط هنا كيسين صلصه، لا انا هحط، هو اصلا كده كده هنعد، بس كل واحد بقى بيتخانق انا عايز اعبي شنط اكتر عشان الحق احطها في العربيه علشان نروح نوديها. وفعلا كانت من اسعد لحظات حياتي اللحظه اللي انا كنت قاعده في وسطهم واحنا بنعمل كل حاجه، وتعلمت منهم حاجات كتير برضو، لان هم اغلب الشغل بتاعهم بيبقى في الخير. ودي كانت يمكن تقريبا من بدايه مشاركتي ان انا ابتدي انزل واشوف التفاصيل دي. يعني اول ممكن كنت بعمل حاجات بس على قد قوي او بتاع او ما اعرفش ايه، ان انا انزل واشوف التفاصيل دي وكلنا نشير مع بعض وكلنا بنعمل بنفس التيم ورك مع بعض والحاجات دي، خلينا نشوف ازاي كنا بنعبي الشنط وزي كنا بنتخانق مع بعض اهم حاجه، والروح الجميله اللي كانت موجوده في كل حد. وعايزه اقول لكم ان في ناس كمان جت من الشارع من بره وكانت بتساعدنا. خلينا نشوف ونرجع تاني. احنا في جمعية البر والتقوى، معايا الأمرايا تامر شلتوت. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مساء الخير، اهلا بيكم معانا النهارده. احنا طبعا تامر معروف الاعمال الخيريه والمحافظات وكل شويه رايح في حته، عايزين نعرف انت بتعمل ايه بقى هنا، بتساعد معاهم ازاي؟ طيب خلينا نتكلم على اللي احنا بنعمله دلوقتي. الحقيقه احنا موجودين هنا مع حضراتكم، يمكن جانا منورانا النهارده مع جمعيه البر والتقوى، بنحاول ان احنا نقدم اكتر ما يمكن مساعدات لاهالينا اللي حياتهم قايمه على العماله اليوميه، بحيث ان في وقت الحظر والحجر الصحي اللي احنا كلنا بنخضع عليه في الوقت الحالي خوفا على اهالينا، ان يكون يعني اقل الامكانيات موجوده في البيت. وده رمضان داخل، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب، وباذن الله باذن الله هنعدي المرحله ديت باهل الخير ومع بعض كله هيعدي ان شاء الله. ان شاء الله. قول لي انت، انا بشوفك بتعمل حاجات كتير خيريه وبتساعد كتير في الحاجات الخيريه، كلهم بيبقوا حاجات شنط كده ولا بتحاول ان انت يعني مش عارف انت اللي بتعمل؟ بصي انا هقول لك على حاجه، هو الخير يعني الفكره في حد ذاتها، وديت مش 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 بتقع على شخص، هي بتقع على فكره ان كل واحد فينا يفكر الفكره دي، ان في ناس في حياتنا قادره انها تحقق احلامها وتعيش، وفي ناس ما تقدرش تعيش غير لو حد وقف معاها انها تقدر يساعدها في العيشه والحياه في حد ذاتها. فكله خير،
الاهتمام انك انت تسال حد ده خير، ان انت تساعده ان هو تحفر له بير ميه، وفي ناس في اهالينا في اماكن كتيره محتاجه ابيار مياه، ده بيبقى خير. ان انت تساعد، انك تتكفلي شخص، مش شخص يتيم، حتى شخص محتاج بمساعده، بمشوره، بفكره، انك انت تدي من وقتك في يومك، ان انا اقدر اساعد غيري، ده في حد ذاته يترجم لمليون حاجه بعد كده. لا انا شايف انت مدي من وقتك كتير. ربنا يخليك يا رب. حسن انت بتستثمر كده في الخير، فاهم اللي هو ايه؟ وعايز اقول لك حاجه، ودي اكتر حاجه بتفصل. اه والله بتحب عشان ربنا يقعدها عليا. اصل تعالى احسبيها يا جنى، ما هو الواحد بيسعى في شغله، بيسعى ان هو يحقق نفسه، بيسعى ان هو يقدر يحقق اللي هو عايزه. بس انت لما تكوني سبب ان شخص تحسسين ان ان انه عنده مشكله، ومشاكل الناس بسيطه، مشاكل الناس مش كبيره عشان تبقى عارفين، انك انت كنت سبب لشخص انه يعدي مشكلته، بتحس ان انت مفيد، بغض النظر ان ده ممكن يكون ليه علاقه باي شيء. فكره ان انت مفيد دي في حد ذاتها هتساعدك انت اكتر انك انت تدي في حياتك. فالفكره كلها فكره ان انا ادي جزء من حياتي لمساعده غيري، وهي كمان انت بتعمل شيء على الاقل حاسس ان انت في تعامل مختلف مع الله عز وجل، مش بتعبده اكتر ما ان انت حولت عبادتك ديت لاستثمار مع الله عز وجل. احنا عبادتنا ما نعرفش ربنا هيتقبلها ولا لا، بس حقيقي. لما تيجي تعمل حاجه لحد محتاج مع الله دي بتبقى اقيم بكتير. عايزين نسيب رساله للناس. رساله للناس، كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وانت طيب يا جنى، كل سنه وانتم طيبين يا رب. رمضان كريم، فتره صعبه، ظروف ما حدش كان يتوقعها، فيروس بيهاجم الكل، بس خلينا نبص، احنا بلد حكومه وشعب، الحقيقه كلنا متكاتفين، في وعي اكتر من رائع، في حكومه واقفه في ظهرنا، وفي اهل خير زي جمعيه البر والتقوى اللي احنا معاهم النهارده، اهل الخير اللي موجودين في كل حته. بغض النظر انت ميال لايه، دور وشوف الشخص المحتاج، ساعده، عندك جمعيه جنب بيتك قادر انك انت تساعد معاها، ساعد. ما عندكش جمعيه، احنا مع جمعيه البر والتقوى، اسال عنها، اعرف عنها، افكر وشوف، وايا كان تقدر تعمله اعمله. شهر الكريم ده محتاجنا كلنا ان احنا نكون مع بعض فيه. كل سنه وانتم طيبين يا رب. رايا الجميلة دعاء عامر، اللي أول ما باجي أتفرج عليها كده بحس بالسلام، بحس بالهدوء. عاملة إيه؟ أهلا بيك يا حبيبة قلبي. عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ قولي لي، إحنا وإحنا كده في الجمعية شايفاكي كنتي قاعدة بقى وشغالة كده بقلب وبضمير ولا وحاسبه وما تجوش جنبي دي، قولي لي الأعمال دي وأنتي بتشاركي فيها كده إيه بيبقى إحساسكم من جوه؟ أنا طبعا سعيدة أن أنا معاكي على شاشة قناة النهار، طبعا قناة النهار بيتي، وبرنامجكم جميل ما شاء الله، ربنا يوفقكم يا رب حبيبة قلبي. أنا طبعا معاكي دلوقتي من داخل جمعية البر والتقوى، وإحنا بنعمل حاجة جميلة جدا، تعبئة 10,000 شنطة لرمضان، ومبادرة إحنا معاك، إحنا معاك علشان مصر. أنا طبعا بكون سعيدة جدا لما بكون في عمل الخير، وبالذات الإطعام. طعام الطعام طبعا هو اسهل واقصر طريق للجنه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وطبعا زي ما الكل عارف دلوقتي ان احنا في فتره حرجه بسبب كورونا، انه في ناس كتير جدا اتضررت، بالذات العماله اليوميه، فده دورنا كلنا ان كلنا نقف جنبهم، كل واحد يوسع الدايره بتاعته، ما يعيش لنفسه بس، لا لازم يفكر في اللي حواليه. فاحنا هنا في جمعية البر والتقوى في 10,000 أسرة هتروح لها الأكياس والشنط اللي احنا ساعدنا في تعبئتها النهاردة دي في كل أنحاء مصر إن شاء الله. معايا النجم الجميل والفنان الجميل اللي كل الناس عارفاه طبعا، بعصام النمر.
النهارده بيشارك معانا في جمعيه البر والتقوى. والصراحه ان هو كان يعني كان بينزل على ركبه وبيجمع معانا الشنط، بيعقم معانا، كان بيمسح الارض مكان ما كان الحاجه ما بتتحط علشان تبقى الحاجه نظيفه وهي رايحه للناس. خلينا نرحب بيه، اهلا بيك. اهلا بيكي، وانا مبسوط قوي ان انا معاكم النهارده ومبسوط ان انا في حاجه فيها خير. اولا يعني جمعيه بر البر والتقوى المبادره اسمها احنا معاك. احنا معاك ده معنى حقيقي ومعنى احنا مفتقدينه في الفتره الاخيره دي. اللي انا شفتك وانت بتعمله دلوقتي ده بيدل على الكلمه بالظبط. احنا عايزين نقول للناس ان كل القادرين على فعل الخير بدون ما نصور الناس اللي بيتعامل معاها الخير ده شيء كويس جدا 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 وصوابه عند ربنا اللي هو أهل من أي شيء. قلت حاجة مهمة، من غير ما نصور الناس اللي بيروح لها الخير بالظبط، يعني في ان ما بنيجي نروح لحد هم بيبقوا ملاعبين يعني نفسهم عزيزة. أنا لما كلموني القائمين على جمعية البر والتقوى وهو صديق وأخ عزيز انبسطت جدا من فكرة ان هو مش واخدنا ورايحين ندي للناس ويصورنا وكده، لان انا دايما انا بصراحه يعني غالب الحاجات اللي موجوده كلهم كلموني عشان اعمل الحكايه دي وانا كنت رافضها تماما. اللي عجبني هنا في جمعيه البر والتقوى ان هو قال لك احنا بنعملها، احنا هنظبط الشنط مع بعض وبعد كده بقى هنوزعها من غير ما حد يعرف هي رايحه فين ولا جايه منين، عشان ولا الناس هتتصور ما تشوفش بقى ولا هتتصور وحد بياخدها. اتمنى من كل الناس طبعا انها تفضي من وقتها ساعه اتنين يوم يبقى اجازه عندك تنزل تساعد باي حاجه. بجد والله هتحس بحياه حلوه قوي وحياه جميله جدا، ومش لازم ان احنا نساعد بفلوس، مش لازم ان احنا نساعد بحاجات ماديه، ممكن ان انت تساعد بمشاركتك، تساعد بكلمه حلوه، تساعد ان انت تزور مريض. زيارة المريض في الوقت ده أو في أي وقت، يعني زيارة المريض عموما ده حسنة أو ده خير أنت بتعمله. أن أنت تروح تساعد ست كبيرة في السن، ما نتكبرش على بعض، نروق لهم، نعمل لهم، نبعت لهم حد ينظف لهم لو هم ناس عايشة لوحدها. مجالات الخير كتيرة ومش كلها بتكون مكلفة، أنت ممكن بتاخد وقت من مجهودك وتبتدي أن أنت تساعد بيه في الخير. خلينا دلوقتي معانا مداخلة من المتحدث الإعلامي باسم جمعية البر والتقوى أستاذ مصطفى بخيت. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ غنى، وبرحب بحضرتك وبالبرنامج، وكل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيب. احنا عايزين نعرف الناس بقى، احنا قعدنا مع بعض، انا فضلت لغايه ما حملنا الشقق العربيات ومشيتوا سبتكم. والله كنت منورين والله. كان الفجر خلاص كنت عايزه اروح. طبعا قولي منورين. قولي عملنا ايه بقى؟ حملنا العربيات راحت على فين مبدئيا؟ والله بصي، احنا بيبقى عندنا طبعا بحث حاله للحالات اللي موجوده عندنا في الجمعيه. بنتوجه طبعا للناس اللي احنا عارفينهم، بنديهم الحاجه بتاعتهم طبعا، وطبعا دي حقوق علينا، دي مش احنا مش بنتفضل على حد بحاجه، احنا ما احنا الا وسيط ما بين الناس اللي ربنا كرمها وبتتبرع وبين الناس اللي هي بتقصدنا ان احنا نعمل حاجات زي كده. فبنتوجه طبعا احنا يعني فروعنا في المحافظات كلها. توجهنا اخر مره دي رحنا كذا محافظه ووزعنا بفضل الله 10,000 شنطه، وباذن الله خلال الكام يوم الجايين دول هنبتدي تاني وهنوزع وهنجمع ان شاء الله. ان شاء الله. قولي بتلاقوا صعوبه ان يبقى في حد بيشارك معاكوا علشان ندعم الناس دي وان احنا نقف جنبهم، ولا الموضوع ده بيبقى سهل والناس فعلا بتبقى كلها محتاجه انها تساعد؟
لا والله يعني بفضل ربنا طبعا الناس فيها خير والناس موجوده. طبعا الظروف السنه دي مختلفه عن كل سنه، وده اللي كنا حابين نتكلم فيه يعني ان الموضوع السنه دي في صعوبه شويه عشان طبعا الاحداث اللي احنا بنعيشها والناس كتير. في صعوبه في ان احنا نوصل الحاجه ولا ان الناس تساعد؟ لا على عدد الناس، لا يعني احنا بنقدر بفضل الله نقدر ان احنا نوصل الحاجه، لان طبعا وزاره التضامن بتقدر تسهل لنا لو في تصريح ولا حاجه، وطبعا مع التنسيق مع الجهات الامنيه بنقدر برضو ان احنا نتحرك كويس. بس احنا طبعا بندعو الناس ان الموضوع يبقى زياده شويه السنه دي علشان الظروف اللي حصلت بتاعه الكورونا وكده. الكورونا في ناس كتير فقدت شغلها، فاحتياج الناس للشرط بقى اكتر من كل سنه. الموضوع السنه دي بقى زياده شويه، وده اللي بيخلينا بناكد ان الناس لازم يعني تشد حيلها معانا شويه ان شاء الله. احنا بس بنساعد بالاكل والحاجات دي ولا او ايا كان ماديا او اكل، ولا في حاجات احيانا بنساعد بلبس، بنساعد بعلاج، بنساعد بالحاجات الباقيه؟ طبعا الجمعيه فيها الانشطه كلها عندنا، حتى احنا في حمله كنا عاملينها بتاعت بنكفل 2000 اسره تبع الجمعيه، والحمله دي الحمد لله برضو شغالين عليها، بتشمل حاجات عينيه وحاجات نقديه وادويه ومساعدات وادوات تعقيم بالنسبه للاسر. فالجمعيه برضو في موضوع اللبس، موضوع الاساس وتجهيز العرايس والكلام ده كله، كل ده من ضمن انشطه الجمعيه. فما بتقتصرش على موضوع الشنط بس، في كذا حاجه في انشطه الجمعيه. اهم حاجه تجهيز العرايس بقى، داخلين على عيد والجوازات والكلام ده، بس مش عارفه هيتجوزوا برضو في كورونا ولا مفيش يعني؟ هيعطلوا شويه؟ عندنا امل ان شاء الله ربنا يكفيش الغمه دي قريب باذن الله، ونقضي رمضان باذن الله في خير، ويبقى رمضان بتاعنا اللي احنا عارفينه. ويعني بس الناس تزود معانا بس الهمه شويه علشان بجد الظروف السنه دي مختلفه عن كل سنه ان شاء الله. وان شاء الله كلهم يكونوا في ظهرك وفي ظهر الجمعيه يا رب وفي ظهر الناس، وبنعمل دعوه لكل المطورين ولكل حد مقتدر ان هم يشاركوا معانا، وان انتوا تقدروا توصلوا للناس اكتر واكتر واكتر، وخصوصا بقى ان احنا فعلا داخلين على موسم الجوازات، يعني هنحتاج حاجات كتيره قوي. والله زي ما حضرتك شفتي لما جيتي كده المره اللي معانا، لما شفتي احنا ما بننامش يعني ما فيش نوم، احنا ال 24 ساعه شغل. فالحمد لله يعني، وربنا يسهل كده ندعوكي قريب باذن الله برضه في الحمله الجديده ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنشكر حضرتك جدا، وان شاء الله نكون مع بعض دايما، وان شاء الله كل الناس تساعد. احنا زي ما احنا قلنا دلوقتي احنا هنخرج برضو من موضوع السيول والكورونا والحاجات دي، عندنا موسم الجوازات بقى، الناس اللي بتستنى على العيد، وده تقريبا السلوك اللي ماشي عندنا في مصر او البيهيفير بتاعنا ان الناس بتستنى على العيد في الجوازات. بس مش عارفه الجوازات المره دي هتبقى عددها اقل ولا لا، بس اكيد في عرايس كتير يتامى، اكيد في عرايس كتير محتاجين ان هم يتجهزوا، اكيد في شباب كمان محتاجه ان هي تتساعد، لان بتبقى عندها ظروف خارجه عن ارادتها. يعني مش هنقول ان الشاب بيشتغل وان الشاب ما اعرفش ايه، بس بيبقى فيه ظروف خارجه عن ارادته. وكلنا ان شاء الله نكون في ظهر الجمعيه، وفي اي جمعيه خيريه عايزه تعمل خير ان شاء الله يكونوا الناس في ظهرهم. وبعمل دعوه لجميع المطورين وجميع المشروعات العقاريه، نساهم باي حاجه بسيطه، نساهم باللي نقدر عليه، اكيد في الاخر هتبقى حاجه خير علينا وعلى البلد كلها. أشوفكم على خير إن شاء الله الحلقة اللي جاية، وإن شاء الله هنكون برضو بنعمل فيها خير.